السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع الجميل دوت بيعمل لك أداة تفاعلية بتشرح لك كيفية عمل النماذج الضخمة اللي هي ال LLM Large Model، وبيوريك بالذات الشات جي بي تي. يعني إن شاء الله قريب يضاف البارد ويضاف بقية الحاجات، لكن هو الموجود دلوقتي شات جي بي تي 2 مثلا، ده اللي هو الصغير. وفي عندنا النانو جي بي تي هو التعليمي اهوت، وجات شات جي بي تي اللي هو الاكس ال، وشات جي بي تي 3، بحيث ان انت تعرف ليه النتائج بتيجي مختلفة بين الاتنين. How to predict ال embedded layer norm self attention. بيبدأ يشرح كل حاجة، كل مرحلة منهم بيبدأ ان هو يشرحها لك. ال MLB الاوتبوت اللي بتطلع لنا، وكل واحده من دول بيبدا ان هو يشرحها لك. حتى ممكن ان انت تقعد تسمع اصوات او تسمع شرح صوت او تتفرج على الصور. فانت المفروض يعني لو انا متخصص في الموضوع تمشي خطوه خطوه عشان تعرف احنا ازاي بتاخد الانبوت وتبدا ان انت تتفاعل معاها لحد ما في الاخر بيطلع لك النتيجه.